السلام عليكم خالتي. وعليكم السلام. عم سلم عليكي كمان. نحن حابين نشرب شاي، بتحبي تشربي معنا؟ لا يسلموا خالتي، شربته بالمكتب، هلأ بدي اشرب قهوة وأنا رح روح أعملها بإيدي. هاي إليك وهاد إليك. لك ليش عذبتي حالك؟ تفضل. وهدول إليك يا خالتي، تفضلي. شوفي يا عن جد هاي التياب غالية. شو بدك بحقهم؟ المهم إنك تحبيهم وتلبسيهم. بنتي ما بلبس مثل هيك تياب غالية. وهدول إليك. وجبت شوية شغلات للمطبخ كمان، فوتيون معك. ايه بس انتي ما صار لك زمان بهي الوظيفة صح؟ كيف صار معك كل هالمصاري وقدرتي تشتري هدول الغراض؟ بصراحة أنا طلبت منهم بالمكتب سلفة لأنه بدي مصاري. ايه بنتي ما كان لازم تتكلفي، زاهين وأبوه رح يعصبوا لما يعرفوا. ليش من شو رح يعصبوا؟ صار لكم فترة منيحة دايرين بالكن علي، وشو ما كنت أطلب عم تجيبولي، فما فيها شيء إذا جبت لكم هالكم غرض. وأنتي شوفي كيف الأولاد مبسوطي، وأنتي هلأ ما انبسطتي باللي جبتهم؟ ايه صح حبيبتي، شكرا على التياب، طبعا مبسوطة. طيب أنا فايتة لجوا. بالمناسبة خالتي الموضوع غريب، أنور وزاهين ما طلبوا ولا مرة سلفة من الشغل، مع إنه هنن موظفين إدمة، وهي ما صار لزمان متوصفة وأخذت سلفة. وبدي أعرف إمتى دواما؟ قالت الصبح بس عم تروح بالليل. وبالمقابل زاهين لقى شغل ب30,000 روبية بعد ما تعذب، وهي صرفت 30,000 بهالطلعة اللي طلعتها على هالكم غراض. خالتي بدي أحكي معك بموضوع مهم. احكي يا روحي. بصراحة يا خالتي لقيت مكان عيش فيه جنب الشركة. شو؟ يعني إنه الشركة دبرت لي بيت لحتى أعيش فيه. ليش بنتي؟ وأنا عن قريب رح أنتقل لهونيك. حبيبي مو خلصت أكل؟ يلا على الغرفة لشوف، يلا حطوا الصحن بالمطبخ، ستكون عم تحكي بموضوع مهم، يلا. وزاهين رح يروح معك على هالبيت؟ لا خالتي، رح يبقى معك بهذا البيت. وكيف ما أنا ظابطة؟ انتي مو مرته؟ جد أختي؟ قليلي أنتي عن جد عم تحكي؟ إيه واليوم خبرتنا. وإمتى رح تروح؟ بس شغلت أسبوع زمان وبعدها منرتاح. طيب بلكي هي أخدت زاهين معها. ولك هي ما رح تاخد زاهين معها، حتى زاهين مو حابب يروح يا غبية. لا تحكي عن زاهين لو سمحتي، لأني مستحيل أوثق فيه. خالتي ما رح تسمح له يروح بهالسهولة. لهيك لا تضلي متوترة أختي. ما بتطول، استني أسبوع واحد بس، استني شوي. وانتي خليكي عم تتصلي وادعي تتيسر. ماشي. ايه اسمعي ساجو، قولي لأمك وأخي ما عاد في داعي يعملوا مشكلة بهالوقت، كله بينحل، بعد أسبوع واحد منرتاح. وهلأ ديري بالك تخربي الخطة ولا تعملي شي حركة غبية ساجو، أنا واثقة عن قريب زاهين رح يكون إليك. أنا عم أدعي يصير هيك. لو سمحتي فيكي تخبريني بتطورات؟ ماشي بخبرك، انتي طولي بالك بحكي معك. حلو. شو في داعي لكل هالغراض؟ انتي جبتي كتير شغلات للكل. ايه ومبسوطة لأني جبتهم. السعادة مانا بالغراض ابدا، بالتعامل المنيح. والناس بيحبوا شغلات بتخليهم مبسوطين.
سارة، أنا قصدي إنه شو في داعي لكل هالمصاريف هاي؟ كنت بدي خبرك بشغلة. الشركة دبرت لي بيت قريب لحتى أعيش فيه، وأخذت راتب لشهرين، وبدي انتقل بعد بكرة. شو؟ ليش هيك؟ شو ردت هالفعل هاي؟ شو بتحبي ست سارة أني أفرح يعني؟ عفواً شو؟ يا سارة، عطوكي لابتوب وما صار لك كم يوم موظفة ومنصب منيح، وعطوكي راتب شهرين لقدام بهي البساطة يعني؟ شو قصدك بهذا الحكي؟ سارة، فيكي تفهمي كلامي غلط أو تفكري فيه منيح، أنا ما عندي أي مشكلة. أنا طيب ماشي، أنت مانك عملتي لي قيمة حتى تطلبي إذني يعني؟ بس أنت كان لازم تحكي معي بهالموضوع على القليلة وتاخدي رأيي وتسمعي كلامي منيح. اضطريت، كان بدي تياب مرتبة مشان أقدر روح على المكتب فيها. لازم تقليلي، أنا كنت جبت لك شوية فساتين، أنا بعرف محلات ما لها غالية. سارة، بهذا التصرف ما فيك تكملي شعرك. على أي حال هني مصاريكي هدول، بس أنا عن جد آسف سارة، ما فيني خليكي تنتقلي لهنيك. ليك زاهين، أنا بدي دير بالي على حالي وبدي صير إنسانة مستقلة كمان. أنت تزوجتيني قبل وصرتي مسؤوليتي إلي، وما بقدر خليكي تخطي هيك خطوة أبداً، وأنا ماني موافق إنه تمشي. فيني أفهم شو مشكلتك معي؟ سارة، أنا مسؤول عنك قدام الأستاذ إحسان، رح تضلي هون لحتى يجي هو وياخدك، ولبين ما هو ياخدك رح تغيري موعد دوامك. وقت أبي ما يكون مهتم فيني، مين أنت لحتى تحط علي هاي القيود؟ ليكي سارة، يمكن كلامي ما له عاجبك هلأ، بس صدقيني أنا عم أقول هذا الكلام لمصلحتك أصلاً، وما رح أقلك حقي عليكي إنك تسمعي، بس بدي أقلك إني بتمنى لك الأحسن، وإني ما رح أحاول أخدعك أو حتى أأذيكي. لو سمحتي انسي القصة، بترجاكي. مين هاد؟ ألو؟ بنتي سارة، خالتي بوا؟ عن جد ما عم صدق. إيه بنتي؟ أنا متضايقة منك، أنتي وين رحتي وتركتينا لحالنا وما خبرتيني ولا حكيتينا أو اطمنتي عنا إذا نحن عايشين أو ميتين؟ ليش هيك سويتي خالتي؟